اهلا بيكم. المكرونه بالبشاميل بيتهيألي مفيش حد مش بيحبها، هي ملكه الاكلات وملكه العزومات، واي حد مش بيحب المكرونه بالبشاميل بيكون عشان اللي بيعملها اصلا مش بيعملها صح. في الفيديو هنعمل مكرونه بالبشاميل صح، هنعملها على اصولها بتاعت زمان بتركات دلوقتي، فالنتيجه بتبقى جنان. كمان هقول لكم ازاي نرضي بيها جميع الاذواق، الناس اللي بتحبها جوسي وسايحه وغرقانه كده في البشاميل هقول لكم نعملها ازاي، والناس اللي بتحبها مظبوطه مكرونه كتير وبشاميل مظبوط، ومجرد بس ما تهدى شويه ونقطعها تبقى كده قطعه مظبوطه هقول لكم برده نعملها ازاي. هقول لكم برده ايه المكونات اللي لو ضفناها للبشاميل بتنقله في حته تانية خالص. فيديو مفيد جدا، فيه تريكات حلوه جدا، اسمعوا للاخر عشان تعملوا صينيه مكرونه بالبشاميل تحلفوا بيها. يلا بينا، بسم الله. واول حاجه بنبدا بيها هي تجهيز العصاق. في وقع على النار بضيف معلقتين من الزيت وبنزل عليهم ببصلتين كبار او 3 بصلات متوسطين يكونوا مفرومين، فرم متوسط يعني مش خشن ومش ناعم، وبشوح البصل كويس جدا لحد ما البصل يدبل معايا تماما. ولما البصل يدبل معانا بننزل عليه بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وبنقلب كده اللحمة المفرومة مع البصل كويس جدا، وبنحاول طبعا نفكك اللحمة المفرومة بحيث ان هي متبقاش متكتلة مع بعضها خالص. ولما اللحمة المفرومة تفك تماما وتبقى كده مفتفتة عن بعضها بنزل بقى عليها بالبهارات اللي احنا جهزناها، بصل بودر، ثوم بودر، بابريكا، فلفل اسود، شوية شطة، قليل من الكاري، وكمان عندي دقة اللي انت شايفينها في النص دي. عايزة اقول لكم ان الدقة دي اساسية في مطبخي، لا يمكن استغنى عنها حقيقي، بتطعم اي اكل بتضاف ليه. هي عبارة عن ملح مخلوط مع مجموعة من البهارات، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا وشطة بنسب كده. انا بعملها على طول ان شاء الله، لو حابين تشوفوها فانا ممكن ابقى اعملها لكم في فيديو شورتس من اللي بنزلهم على قناتي التانية، ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. بنقلب كويس جدا اللحمة مع البهارات لحد ما تندمج تماما، بعد كده بننزل عليها بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم. لو مش متوفر معجون طماطم فاحنا ممكن نعمل طماطمتين مبشورين ونضيفهم على العصاق، بيبقى طعمهم حلو جدا. العصاق بتاع البشاميل بالذات لازم يكون فيه معجون طماطم لانه بيخلي طعمها حلو جدا جدا عن العصاق اللي بدون طماطم او بدون معجون طماطم. بنظبط الملح بتاعنا وبنسيب العصاق بقى على نار هادية، يعني مدة من ربع ساعة لنص ساعة على حسب قطعية اللحمة هتستوي في وقت قد ايه. اهم حاجة ان اللحمة طول فترة التسوية ما سيبهاش تنشف ابدا، لازم كل ما اللحمة تقرب تنشف اضيف لها ربع كوباية من المية عشان نحافظ على اللحمة بتاعتنا تفضل جوسي وطرية. اللحمة الجوسي او العصاج الجوسي بيفرق جدا جدا في المكرونة بالبشاميل، احلى بكتير من العصاج الناشف. عارفة ان في ناس بتتفرج عليا دقيقة الملاحظة وهيكتبولي في التعليقات انه اللحمة المفرومة او العصاج مش معمولة في نفس اليوم بتاع المكرونة، دي حقيقة يا جماعة. انا كل شهر بجهز العصاج اللي بيكفيني الاكلي على مدار الشهر وبشيله في الفريزر وباخد منه وقت الاستخدام، طبعا ده بيريحني جدا وبيوفر عليا وقت ومجهود كتير وقت الاكل. فالعصاج ده كان جاهز عندي في الفريزر، وفيديو العصاج ده كان موجود عندي من قبل كده فانا نزلته لكم مع المكرونه. ودلوقتي هنسلق المكرونه في حله على النار فيها ميه بتغلي، هضيف معلقتين من الملح وكمان هضيف معلقه واحده من الزيت، هنزل فيها بكيس من المكرونه. انا هنا ضفت كيس مكرونه وشويه كده من كيس تاني، عندي الولاد بيحبوا كده يقزقزوا مكرونه على ما المكرونه بالبشاميل تستوي، لكن صينية المكرونة الوسط مش بتحتاج اكتر من كيس مكرونة. مجرد بقى ما بنزل المكرونة في المية المغلية لازم اقلبها فورا عشان المكرونة ما تلزقش في بعضها، بقلبها بس كده تقلبتين لحد ما اتأكد ان كل حبات المكرونة فكت عن بعضها، وبعد كده بسيبها لمدة 7 أو 8 دقايق زي ما مكتوب على كيس المكرونة، واخد بالي ان كل دقيقتين برضو بدي للمكرونة تقليبة عشان اتأكد ان حبات المكرونة كلها ما بتلزقش في بعضها. بعد كده بنصفيها، وفي تركتين مهمين عايزاكم تاخدوا بالكم منهم. التركة الاولانية هي اننا بنسويش المكرونة سوى كامل، يعني لازم يكون فيها قطمة كده لان هي لسه هتاخد مرحلة تانية من التسوية مع البشاميل في الفرن. التركة التانية هي اننا بناخد من مية المكرونة كوباية بنشيلها كده على جنب علشان لو حبينا نخفف البشاميل ومش متوفر عندنا شوربة فبنضيف بدلها مية مكرونة، بتدي طعم حلو في البشاميل ويعني بتخليه قوامه حلو. ودلوقتي هنجهز البشاميل في حلة على النار، هضيف 3 معالق كبار من السمنة وعليهم معلقتين كبار من الزبدة، وهستنى لما يسيحوا تماما وبعد كده هنزل عليهم ب5 معالق كبار من الدقيق.
خلينا عارفين قاعدة البشاميل انه نسبة الدهون لازم تكون قد نسبة الدقيق. انا ممكن استخدم الدهون بتاعتي سمنة بس، ممكن استخدمها زبدة بس، ممكن استخدم سمنة على زبدة، ممكن استخدم زبدة على زيت، لكن ما استخدمش زيت بس، لازم الزيت يكون مصاحب يا اما سمنة يا اما زبدة، لان الزبدة والسمنة بيكون ليهم نكهة كده خاصة، هي اساسا بتكون جزء من نكهة البشاميل، انما الزيت مش بيكون ليه طعم قوي، فبيخلي طعم البشاميل مش حلو خالص. وزي ما انتم شايفين السمنة مع الدقيق بيكون قوامهم شبه الكريمة كده، يعني بيكون تقريبا سايل، وده بيضمن لنا اننا لما نضيف عليهم السوائل انه الدقيق مش هيكلكع ولا هيتكتل في البشاميل. طيب لو احنا حابين نقلل الدهون عن كده مفيش مشكلة ابدا، انا ممكن استخدم لحد معلقة سمنة واحدة بدل ال5 معالق اللي احنا استخدمناهم، يعني ممكن احمر ال5 معالق دقيق في معلقة سمنة واحدة، وهما بيتحمروا بيكونوا كده عاملين شبه الرمل المندي، وبيطلع البشاميل يعني معقول، مش هقول لكم بيكون حلو جدا، لان اصلا السمنة والزبدة هو مكون كبير من طعم البشاميل وبيدي طعم حلو جدا للبشاميل. وبمجرد ما بنضيف الدقيق على الدهون لازم نفضل مستمرين في التقليب علشان الدقيق ما تقش معانا، واول ما بشم ريحه الدقيق كده بيبقى كده خلاص الدقيق معايا استوى في المرحله الاولانيه. وبنضيف على الدقيق 5 كوبايات من الحليب البارد او 1.25 كيلو من الحليب البارد، والحليب لازم يبقى بارد علشان ما يكلكعش، وحتى لو استخدمنا حليب بلدي فاحنا مش لازم ابدا نغليه، هو كده كده هيغلي مع البشاميل، والحليب لازم ينزل على الدقيق بالتدريج علشان ما يكلكعش. طبعا زي ما قلنا انا بنزله بطريقة من الاتنين، يا اما بكون ماسكة الحليب بايد وبقلب بالايد التانية والحليب ينزل بالتدريج، او ان انا بنزل شوية من الحليب وبقلب وبعدين شوية من الحليب وبقلب وشوية وبقلب وهكذا لحد ما اخلص كمية الدقيق كلها. الطريقتين دول بيضمنولي انه الدقيق ما يكتلش في البشاميل. طبعا دي مش كمية السوائل بس اللي هنستخدمها، انا لسه هزود سوائل كمان، لكن انا بفضل ان السوائل اللي ازودها تكون شوربة، الشوربة مع اللبن في البشاميل بيدي طعم حلو جدا جدا، افضل من البشاميل اللي بلبن بس. وركزوا معايا كويس في الحتة دي، الناس اللي عايزة البشاميل بتاعها جوسي زي اللي انا بعمله في الفيديو النهاردة، فانا هحتاج ليه 5 معالق دقيق، كمية سوائل مش هتقل عن 7 كوبايات. انا بقى بعمل الميكس براحتي، حليب على شوربة على مية مكرونة، يعني اي حاجة براحتي. انا استخدمت 5 كوبايات من الحليب وكوبايتين من الشوربة. اما الناس اللي عايزين البشاميل بتاعهم كده متماسك شوية وبيتقطع كده قطع مظبوطة، فاحنا على ال5 معالق دقيق هنزود 6 كوبايات بس من السوائل برضو، وهنمكسهم براحتنا. على البشاميل وهو لسه سايل بنضيف بقى مكون سحري بينقل البشاميل عندنا لحتة تانية خالص، وهو 0.5 كوباية من الحليب البودر. حقيقي بتفرق جدا في طعم البشاميل وبتديله دسامة وبتخلي طعمه غني كده وبتخلي طعمه حلو جدا. بقلب الحليب البودر كويس جدا، وطبعا بنضيفه والبشاميل لسه سايل علشان يدوب فيه بسهولة. بنضيف كمان مكعب مرقة او ممكن نضيف كيس مرقة فورية، حقيقي بيفرق في طعم البشاميل جدا، لكن طبعا هو مكون اختياري، ده بيكون حسب الرغبة. وبنسيب البشاميل يستوي على النار، وانا بعمل لكم هنا اختبار نشوف بيه اذا كان البشاميل استوى ولا لا، بنعمل كده علامة في ظهر الاسباتولا، لو لقيت العلامة دي اتغيرت يبقى ده معناه انه البشاميل لسه ما استواش، لو لقيت العلامة فضلت ثابتة زي ما هي فده معناه انه البشاميل استوى. شايفين ما شاء الله البشاميل عندنا قوامه ناعم جدا وانسيابي، وواضح جدا ان قوامه حلو. بنسيبه بقى على النار كده يكمل تسوية طبعا، وبنفضل مستمرين في التقليب لحد ما نلاقيه زي ما انتم شايفين كده خلاص بدأ يدخل في التسوية. بضيف عليه الاضافات الاخيرة، بضيف عليه 0.5 كوباية من الجبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة تفضلوها، لو في جبنة كريمي هتبقى حلوة جدا برضو، ممكن نضيف معلقة كبيرة مليانة. كمان بضيف 0.5 كوباية من القشطة، ودي ضرورية جدا جدا في البشاميل، بتخلي طعمه حلو جدا. بس خلينا متفقين ان كل الاضافات اللي احنا ضفناها دي اختيارية، يعني لو متوفرة هتخلي البشاميل حلو جدا، لو مش متوفرة فخلاص نقدر نستغنى عنها بمنتهى السهولة. وعايزة أأكد عليكم في الجبنة والقشطة إننا بنضيفهم في آخر مرحلة من تسوية البشاميل، يعني قبل ما أطفي على البشاميل بدقيقتين بضيف الجبنة والقشطة، وده لأن هم خصائصهم بتتغير مع زيادة التسوية عليهم، فأنا بضيفهم يعني بالظبط قبل ما أقفل على البشاميل. وطبعا بقى بضيف في الآخر الفلفل الأسود والملح، أنا مضفتش ملح في البداية خالص لأن أنا لسه كنت هضيف شوربة فالشوربة ملحة، كمان بنضيف مرقة فالمرقة ملحة، كمان بنضيف جبنة فالجبنة ملحة، فأنا
انا بخلي الملح للاخر. كمان انا مش بضيف جوز الطيب على البشاميل، في ناس بتحب تضيفه لكن بصراحة يعني هو مش مستحب لا دينيا ولا صحيا. واللي عايزين المكرونة بالبشاميل بتاعتهم تبقى جوسي لازم يخلوا قوام البشاميل كده ناعم وخفيف لوسط، يعني من الخفيف للوسط، ولو عايزينه كده بيتقطع قطع وقوامه مظبوط فبنخلي البشاميل قوامه يعني من وسط لتقيل، بس طبعا ما بقاش تقيل قوي يعني، برضو لازم يكون فيه نسبة سيولة. كده خلاص البشاميل بيكون جاهز معانا، يلا بقى بينا نركب الصينية علشان ندخلها الفرن. في صينية وسط لو بايركس بتبقى غير مدهونة، وكمان لو اي حاجة نون ستيك زي الجرانيت او التيفال او كده مش بدهنها، انما لو الومنيوم لازم ندهنها دهنة زيت. بضيف كده طبقة بسيطة من البشاميل في الارضية زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبنزل عليها بنص كمية المكرونة بتاعتنا. انا مش بحط البشاميل على المكرونة زي معظم الناس ما بتعمل، لان انا اصلا عندي البشاميل بيكون خفيف، انا بفرد كده المكرونة وبعد كده بضيف عليها طبقة تانية من البشاميل. بضيف البشاميل بالشكل ده بحيث ان انا اغطي معظم المكرونة بتاعتي، وبعد كده بضيف بقى جبنة، وده طبعا اختياري لو حابين نضيفها او لا، انا بضيف كده رشة جبن، دي بتبقى حلوة جدا وبتدي برضو طعم حلو قوي للمكرونة بالبشاميل. بنضيف العصاج بتاعنا وبنفرده كده على الصينية كويس جدا، وبعد كده برش عليه رشة بشاميل خفيفة جدا، بعد كده بنضيف طبقة المكرونة التانية وبنفردها بقى كده كويس جدا، وحاول كده أداري أي فراغات موجودة في الصينية، بعد كده بننزل عليها بقى بباقي كمية البشاميل بتاعتنا كلها. عايزة أقول لكم إن الصينية لازم تكون مرتفعة عشان تاخد بقى المكرونة بالبشاميل ويكون البشاميل كده حلو جوسي فيها، كمان الصينية لو صغيرة هتلاقوا البشاميل بيقع منها في الفرن. بعد ما بنخلص البشاميل بضيف جبن، دي بتتحمر مع البشاميل بتديله شكل حلو من فوق وكمان بتديله طعم حلو. وبكده صينية المكرونة بالبشاميل بتاعتنا بقت جاهزة، بندخلها فرن سخن جدا درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، بسيبها تقريبا نص ساعة، وبعد النص ساعة لو لقيت الوش محتاج يتحمر بدخله تحت الشواية بس ياخد لون ويطلع معانا بالجمال ده. شايفين القمر بعد ما اكتمل؟ بصوا انا هنا بقطعها وهي سخنة جدا، اظن واضح لسه البشاميل سايل خالص، وكده بتبقى بقى جوسي وسايحة ونايحة في بعضها كده. بصوا حلوة جدا، شايفين كمان الجبنة بتمط جواها ازاي، حلوة جدا. وبعد ما بتبرد بتبقى معانا بالجمال ده، شايفين مقسومة نصين ازاي، المكرونة مفتحة من جوة مش ملزقة كده في بعضها وقافلة كده على بعضها بتكون معناها ان هي معجنة، لا حلوة جدا، شايفين القمر. بتمنى طبعا وصفتي للمكرونة بالبشاميل النهاردة تكون عجبتكم، جربوها بجد هتعجبكم جدا وهتدعولي من قلبكم. شكرا لأي حد عمل لايك للفيديو دلوقتي، شكرا من القلب لأي حد تفاعل مع الفيديو بالشير او بتعليق حلو، استنوني في وصفات حلوة كتير. شكرا لكم، هبة ثروت.